ونبدأ معكم إخوة الإيمان والإسلام هذه الأمسية الدينية المباركة بهذه التلاوة القرآنية العطرة لما يتيسر من سورة البلد، يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف حلاوة برواية الدوري عن الكسائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار صدق الله العظيم. وها نحن نتابع الاحتفال بهذه الأمسية المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية من خلال هذه الليلة الإيمانية المباركة احتفالا بشهر رمضان الفضيل. ندعوكم إخوة الإيمان والإسلام إلى متابعة هذا الحديث الديني من فضيلة الشيخ محمد كساب حول
فضل الإصلاح بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بخير دين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان كريم، هذا مما توارثه المصريون عن أجدادهم، وهذه الكلمة لها دلالات ومعان فاضلة وعظيمة، منها أن رمضان فرصة سانحة للتصالح مع الناس، أن رمضان وقت مناسب لإنهاء الخلافات والنزاعات والشحناء، فإن الشحناء مانعة لكل خير تصد عن البركات جميعها. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل من لا يشرك به شيئا، فلا يغفر عز وجل لمتشاحنين. يقول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أعلمه الله عز وجل تحديد ليلة القدر، لكن رجلين تلاحيا واختلفا وارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنع الله عز وجل عن العباد تحديد ليلة القدر. فما أجمل أن يصطلح الناس، ما أجمل الصلح بين المتخاصمين، ما أجمل الصلح بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين ذوي الأرحام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الصلح خيرا، ورب العالمين قال: والصلح خير، وما أجمل كذلك أن نصلح بين الناس، فإنها مهمة عظيمة شريفة. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. رمضان كريم، رمضان فرصة عظيمة للصلح بين الناس، وكل عام وأنتم بخير. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى كلمة العلم، ونحن ننقل لحضراتكم هذه السهرة الإيمانية المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية في هذه الليالي المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، ونختتم هذه السهرة بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فنرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة، داعين المولى عز وجل العفو والعافية في هذه الليالي الكريمة المباركة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، بل وسائر بلاد العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار. يا سيد الرسل الكرام، تحية من قلب عبد عاشق تواك. يا سيد الرسل الكرام،
يا سيد الرسل الكرام، تحية من قلب عبد عاشق تواق، لما تبارى المادحون لنوره وخجلت من عاجزي مع السباق، وبكت عيوني، قلت يا نفس هدي، قلت فالحب لا يخفى، فالحب لا يخفى.